صباح الخير عليكم مشاهدينا في أحوال الطقس لهذا اليوم. غتظهر في كل من دار بيضاء والرباط كتل ضبابية في الصباح وحتى في الليل. الجو مغام في السواحل الأطلسية، لبسوا مزيان وحضيو راسكم من البرد. غتراوح درجات الحرارة في مدينة وجدة ما بين ناقص 3 و 3 درجات. الشرق حتى هو بارد، حتى انتوما لبسوا مزيان وحضيو راسكم على البرد. فاس ومكناس غتراوح فيهم الحرارة ما بين درجتين و 6 درجات. غتأرجح درجات الحرارة العليا في عروس الشمال طنجة والحمامة البيضاء تطوان ما بين 16 درجة و 21 درجة. الجو مشمس في الشمال. غتعرف كل من أكادير والعيون درجات الحرارة ما بين 22 و 28 درجة. غادي يكون الجو مشمس وصافي في الأقاليم الشمالية والجنوبية غير ديال المسارية. هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. تلاقاو معكم غدا إن شاء الله على شوف تيفي. إلى اللقاء.